رجعنا لكم من جديد في فير بلاي، مواصلين في استقبال ضيوفنا. نحكيوا ايضا على تفشي كوفيد 19 في تونس، كذلك مش في تونس، في تونس الكل، خاصه تمست حتى القطاع الرياضي ومجموعه من الافراد في مستقبل الجيش الملاعبيه بالطبيعه، وستاف سواء تكنيك والا ستاف الاداري. خرج كلام حول اصابتهم كوفيد 19. على كل باش ناخذ اكثر تفاصيل في الموضوع هذا، معنا السيد مهدي بطبوط الناطق الرسمي باسم مستقبل الجيش. سي مهدي، اهلا بك. مرحبا بك سلام، مرحبا بكم، مرحبا بمستمعي اكسبريس اف ام، مرحبا بكم. دونك لو كان توضح لنا سي مهدي، شنو هي حقيقه الكلام هذا؟ هل صحيح فما عندكم اصابات؟ شنو بالضبط؟ والله اول حاجه صعب باسمي وباسم الهيئه المديره المستقبل الرياضي بالرجيش، حاب نترحم على الانسان الخلوق سي لطفي السبتي، الله يرحمه، الله يرجعون، حاب نقدم بالتعازي للعائله نتاعه. ثانيا نحب نقول مبروك لفتيات العمل الرياضي بالرجيش، كذلك للهيئه المديره نتاعها على راس سي علي كريفه، توجوا بكأس تونس لكرة اليد. فيما يخص موضوعنا الحالي الطاغي على الساحه حاليا، بالنسبه للملاعبين نتاعنا كانوا تنقلوا في تربص لعين دراهم، في تربص هذا قاموا بزوج مقابلات مع اولمبي الباجي، ووقت اللي روحوا لهنا اتضح انه الاولمبي الباجي في عناصر كانوا ربي يشفيهم لا محاله، وان شاء الله ربي يعافيهم، مضروبين بالكوفيد. ديريكتومون الملاعبيه نتاعنا دخلوا في حجر صحي ذاتي، وقعت المراقبه نتاعهم مراقبه صارمه، وحتى قمنا بالتحاليل. عندنا تو 48 قمنا بالتحاليل، ثلاثه تحاليل طلعوا نيجاتيف، منهم رئيس الاطار الطبي سيريدا المشري. الناس الكل عملوا تحاليل، كان قريب ياسر من الملاعبيه، طلع التحليل نتاعو نيجاتيف. عمر لمطي طلع التحليل نتاعو نيجاتيف، واحمد الحادري كذلك التحليل نتاعو نيجاتيف. انتظار بقية التحاليل اللي باش تظهر اليوم العشية ان شاء الله. الناس الكل عامل تحاليل سي مهدي؟ الكل سونز اكسبسيون، كل اطار اداري لرافق الفريق واللاعبين والاطار الطبي سونز اكسبسيون، الاطار الفني سونز اكسبسيون، الناس الكل عامل تحاليل. قلت ظهروا ثلاثة تحاليل نيجاتيف، وباش يكملوا اليوم العشية ان شاء الله يظهروا بقية التحاليل الاخرى. سيد السايب التحليل نتاعو كان بوزيتيف هكا ولا؟ والله سي سيدي سبورت بيان صراحة، صحيح لاباس عليه بالمناسبة، حاب نطمن العائلة نتاعو، راهو يلفا تري بيان سي سيدي السايبي. طلع التحليل نتاعو بوزيتيف، ان شاء الله ربي يشفيه ويبعد علينا الغمة هذه ويرجع لنا في أقرب وقت إن شاء الله. إي شنو صار؟ توا هو موجود بحذاكم في الكونفينمون؟ لا بحذانا كونفيني، بحذانا كونفينمون هنا بحذانا. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي يشفي، ان شاء الله ما تطولش معاه، ان شاء الله ربي يشفي ان شاء الله. ينجم يأثر شويه هذا على تحضيرات مستقبل الانطلاق الموسم القادم؟ اكيد توا داخلين وكان في تغيير، معناها اون اتوندون شنو النتائج باش تكون، معناها انت شوف تكون في فاز بريباراتوار، معناها تحضر في الفريق نتاعك بيانتور ريبريز نتاع البطوله، تجيك معناها وباء كيما هذا الله غالب، ان شاء الله ربي يشفينا الناس كل، وان شاء الله ربي يحمينا ويهز علينا الوباء هذا من تونس كامله، ويحمي بلادنا ويحمي اهالينا الله غالب. توا نرتاحوا ونطوندون ونعملوا ريبريز نتاعنا، والكوراج هو الكل في الفوتبول، فولونتي والكوراج هو اللي وصلنا لنحب نوصلوا ان شاء الله. نجموا نستناو خطوه من عندكم مثلا، لو كان لا قدر صار فما حالات ايجابيه، نجموا تتقدموا بطلب مثلا توخر شويه بطوله، توخر شويه مقابلاتكم، حاجه هكا ولا؟ علاش لا، اذا كان باش تطول بينا نحكي احنا، اكيد انه الجامعه التونسيه لكره القدم باش تراعي الظروف هذه وتراعي الوضع الصحي للبلاد، واذا كان فيه الزم باش نوخروا البطوله، علاش الجامعه ما توخرش؟ اذا كان الفريق موش حاضر علاش لا؟ دونك من هنا لوقتاش نجموا نسمعوا الاخبار الصحيح؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اليوم العشيه تخرج بقيه التحاليل، ان شاء الله اليوم العشيه، وان شاء الله تكون نيجاتيف كما ظهرت ثلاثة الوالة، ونزيد نعاود نقول ان شاء الله ربي يحمينا وربي يهز علينا الوباء هذايا من بلادنا ويخلينا نعيشوا في سلام ان شاء الله. ان شاء الله يعطيك الصحة، شكرا لك سي مهدي على كل هذه التفاصيل اللي مديتنا بها. شكرا، بارك الله فيك. عايش نذكر اذا بعد شوية باش يكون معنا شكون من الاولمبي البيجي، باش نتمنوا على صحة تقريبا الملاعبيه نتاع الاولمبي البيجي، وكذلك الستاف التكنيك، وكذلك الاداريين نتاع الاولمبي البيجي. فاصل ثم مواصلين في فير بلاي.